يلا جاهزين حق طبق اليوم. اليوم أنا وايد بخاطري أكل آسيوي، فقلت شنو أسوي معاكم اليوم شيء لذيذ آسيوي. على طول طار على بالي المنغوليان بيف. أتوقع هذا الطبق كلنا يعني انتعنا المطاعم الآسيوية علشانه، فاليوم بعلمكم شلون تسوونه بالبيت بطريقة سهلة. أنا ما رح أسوي منغوليان بيف بس، أنا بسوي منغوليان بيف نودلز أو منغوليان بيف أندومي. ما رح أستخدم النودلز، رح أستخدم الأندومي. أوكي، تقدرون تستخدمون النودلز العادي كيفكم، يعني بسوي المنغوليان بيف بالطريقة العادية بس بضيف لآخر شيء نودلز. أوكي، أول شيء نحتاج ستيك. أوكي، أنا طبعا كميتي قليلة لأن بسوي حق شخص أو شخصين بالكثير. الستيك بنات تقصونه كذي شرايح، أي ستيك أنت تفضلينها، أي نوع ماكو مشكلة، تقصونها كذي شرايح. بعدين نغمسها بالنشا. أوكي، خل أغمسها معاكم. ناخذ الستيكات ونغمسهم كذي بالنشا، نغلفهم عدل بالنشا. أوكي، علشان نقليهم. أدري وايد يحبون يعني هالطبق هذا بالذات، فاليوم بتستمتعون. خلصت، غلفت كل الستيكات بالنشا، الحين نقليهم. قاعد أحط زيت علشان أقلي الستيكات. على ما يحتر الزيت بسوي معاكم الصوص حق المنغوليان بيف. نحتاج أول شيء خل عيش وشكر بني، طبعا هذا بخلطه على البارد مو على النار، وماي وصويا صوص. يفضل تخلطون شوية من الثك هذه المعتدلة وشوية من الصلصة الخفيفة، الصويا صوص الخفيفة. أنا ما عندي فبحط بس الثك. أوكي، ونخلط المقادير هذه مع بعض ويصير كذي الصوص جاهز. نذوب الشكر والصويا صوص ويصير الصوص جاهز نستخدمه. المقادير بنات، نحتاج قفشتين من الخل، خل العيش. أوكي، ونص كوب ماي، ربع كوب صويا صوص، وتقريبا 3 ملاعق إلى 4 ملاعق شكر بني. أوكي، كذي صوص جاهز. بقلي اللحم لأن الدهن صار حار، الدهن صار حار، أنزل فيه الستيكات. بسم الله، انا بحطه كله دفعة واحدة لان كميتي يعني قليلة. بس ماما لا تحترقين واخري. لا ما تحطين معي، لا. اقلي الستيكات لين يصيرون كريسبي، شوفوا كريسبي صاروا. شوية بعد ياخذون لون، بعدين أشيلهم. اللحم جاهز، بشيله من الدهن. أنا عندي واحدة ما بقى درج ما تعبثت فيه، ما بقى ثلاجة ما تخلط فيها. ليش ما تنامين انتي؟ ليش ما تنامين؟ ليش سهرانة؟ تاكلين اندومي؟ اوكي، نكمل الحين المنغوليان بيف. طبعا النودلز بنات هذا اخر شيء اضافي، ما تبينه عادي تقدرين تسوين بس اللحم المنغوليان بيف وتاكلينه مع عيش ابيض عادي يعني، بس انا بضيف له نودلز. اوكي،
نحتاج، حطيت أنا على النار مقلة. لحظة ما شبيت النار. أوكي، بحط ثوم مدقوق، زنجبيل، فلفل حار حسب الرغبة، ما تبونه تقدرون تكنسلونه، وفلفل بعد شو اسمه أخضر حار. أوكي، بحمس هذا مع بعض. طبعا أنا حطيت من الدهن اللي قليت فيه، تقدرون تحطون زيت سمسم إذا تبون الطعم الآسيوي الصح، حطوا زيت سمسم. أنا حطيت من الزيت اللي قليت فيه اللحم. نحمس الثوم مع الزنجبيل والفلفل الحار، وأضيف اللحم ونقلب. لو تشمون الريحة، ريحة الفلفل والثوم تبكي. طبعا أنا حاطة إكسترا فلفل. تسمعون صوت اللحم شلون كريسبي؟ الحين بصب عليه الصوص. ويلا نصب الصوص. بسم الله. ونخليه يطبخ على النار لين يثقل الصوص. طبعا ما راح يطول، لان اساسا اللحم فيه نشا، فراح يخلي الصوص يثقل بسرعة. على ما يثقل الصوص بجهز النودلز او الاندومي. انا عندي هنا اندومي. اوكي، يا تنقعونه بماي، طبعا طايح نشا هنا، يا تنقعونه بماي حار او تفوحونه، بس ما نبي نفوحه اللي يستوي ينتهي، لا يعني نبي فوحه خفيفه، عرفتوا، عشان يطبخ شويه مع اللحم. ضفت ملح لان ذقت الصوص حالي، لان انا ضايفه الثيك صوص، الصويا صوص الثيك حاليه، فاذا ضايفين العاديه ما يحتاج ملح، راح تكون مالحه، لكن اذا ضايفين الثيك صوص لا ضيفوا ملح عشان لا يصير حالي، عرفتوا؟ وحتى الشكر البني ترى حسب الرغبة، إذا ما تبون تكثرون عادي، بس أنا قاعد أعطيكم المقادير الصحيحة. شوفوا شلون الصوص بدأ يثقل. المنغوليان بيف من أحلى الأطباق الآسيوية اللي أنا أحبها. آخر شيء بضيفه حق المنغوليان بيف البصل الأخضر وبس. الصوص كذي جاهز، المنغوليان بيف خلاص جاهز. نطفي النار، شوفوا كثافة الصوص بس، واستمتعوا. طبعا انا الصوص هنا عندي شوية زيادة علشان النودلز، لان ابي النودلز بعد يتغلف بالصوص. سووه بالبيت واستمتعوا وباحلى منغوليان بيف من ايدينكم. بس نطفي الشولة على ما يخلص النودلز. والاندومي جاهز او النودلز، ترى بس خليته يشم ريحة الماي، يعني ما ابي كلش ذايب، لا فوحة خفيفة على السريع. يلا بسم الله ننزل النودلز. ونعطيه كذي دقيقتين على النار مع الصوص اللي سويناه. وبالعافية. شوفوا لغاية الأندومي، لقبل إضافة الأندومي، هذا المنغوليان بيف العادي تقدرون تأكلون، قلت لكم تأكلونه مع عيش أبيض. الأندومي أو النودلز هذا إضافة مني أنا. بس بدي أشب الشولة ويلا نقلب. عشاق المنغوليان بيف بينهارون على هالطبق. سيسي بدور حماتي.
وايد تحب المنغوليان بيف. اهداء حقك هالطبق بدور. وبس وخلصنا. تقدرون نضيفون فلفل اسود اذا حابين، بس ما يحتاج، يعني احنا ضايفين فلفل احمر وضايفين فلفل اخضر فما يحتاج. ننقل الحين الى معون التقديم. ما شاء الله الفير يأذن الأذان الأول. شوفوا المزاج منقول ينبي في الفير. يلا عاد اللي يحبون هالتطبق أوكي. يحبون هالطبق أبي أشوف تطبيقاتكم. أنا جمعت طبق وتطبيقاتكم مع بعض. خل عدل الأندومي وأصور لكم. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. جربوا الطبق ترى وايد سهل، وشفتوا بساطته وبساطة مقاديره. يعني لما تشوفينه بالمطعم تحسين انه شيء وايد صعب ومستحيل تقدرين تطبقينه، بس ترى هو سهل، سهل وايد. بنات مع الممارسة تعرفين كل شيء. يعني انا اليوم ترى ما اعرف مقدار الخل مثلا، ما اعرف مقدار الصويا صوص، بس خلاص من طعم الطبق اتذكره كذي مخيلتي. يعني اتوقع مقادير الصوص واذوق، مو غلط اذوق، يحتاج شيء ازيد. فهذا شيء تعرفينه مع الممارسة، كثر ما تدخلين المطبخ أو يعني كثر ما تجربين راح تعرفين المقادير من التذوق، من التذوق تعرفين شنو مكونات الطبق. وترى مو غلط تجربين ويفشل مرة ومرتين وثلاث. أنا مجربة بهلي أطباق وفشلت لي قبل والله، يعني عدد ما تخيلونه. وطبعا وأنا صغيرة، والحين ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء أسوي، فبالممارسة كل شيء تعرفينه. إبليس يوسوس لي أشرب بيبسي ثاني مع هالأكل اللذيذ، مع أن أنا شاربة بيبسي اليوم مع الشاورما، وصار لي فترة طويلة ما أشرب 2 بيبسي باليوم، مستحيل. بس ما أدري إيش فيني اليوم، أحس مو متخيل الطعم مع عصير ولا مع أي شيء ثاني. أعوذ بالله منك يا إبليس. يلا الحين أخليكم بطب بهالمعون اللذيذ.